سبورتس في هذا الموعد الختامي ل تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الختامي لمباريات الجولة الخامسة للدوري المغربي الممتاز في انتظار طبعا مباريات الغد اولمبيك السفي والمغرب التطواني الفتح الرباطي في مواجهة سريع واتزام لكن اليوم الوداد الرياضي سيد الدوري المغربي يعود إلى الواجهة المحلية بعد أمن العبور إلى الدور النصف النهائي لمسابقة كاس العرش قبل ايام تحديدا يفضل الاسماء التاليه محمد بوجات في حراسه المرمى سفيان كركاش جمال حركاس عبد الله خفيفي انس المرابط سليم انداوي الياس صديقي يوسف العماري توفيق جدروتن ايميكا اوكبو ثم اسماعيل العماري بالمقابل فريق الوداد الرياضي رضا تكناوتي في حراسه المرمى عبد اللطيف نصير الشيخ كومارا اشرف داري بدر كاتيرين صلاح الدين السعيدي ابراهيم النقاش انس الاصباحي محمد ناجم اسماعيل الحداد ثم الزوير المطرجي فقدان نقاطه في الدوري المغربي بعد ان اجبر على التعادل امام شباب الريف الحصيمي بنتيجة هدف مقابل هدف وبالتالي اتحاد طنجة تحتقي أبطال إفريقيا بتوقيت جديد وبموعد جديد سيلعب في دوري التمهيدي في شهر نوفمبر وديسمبر ودور المجموعات سيبدأ في شهر يناير بينما بدر كدارين يرفع الكرة هنا داخل منطقة الجزاء والمتعاد مع ديال الكاس قبل أن يقول كلمة فريق الوداد الرياضي الاعتبار أن الوداد هو ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب الكأس للقب رقم 19 في انتظار ربما هكذا الوداد حاضر بكامل العناصر الاساسيه قادرين هنا انطلاقه من الجهه اليسرى لكن متابعه دفاعيه من عناصر الياتي على اليسرى هامش المناوره موجود عند فريق المولوديه الوجديه ملعوب الكره لايميكا دخول منطقه الجزاء والتدخل اكثر بحاجه ماسه لمثل هؤلاء اللاعبين الشباب حتى في المشاركه لافريقيا القادمه التي ستنطلق في شهر ديسمبر بينما خطأ المرتكب التدخل بمباريات مؤجلة أخرى سنتابع أنس الأصباحي يسعى لتنفيذ هذه الكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء المتابعة من الدفاع في نهاية المطاف التعطية تأتي هنا برايم النقاش بلمسة يحضر الصديقي في المتابعة سليم يمرر هذه سليمة يا سليم وانطلاقة من الجهة اليسرى متابعة عرضية نصير في التعطية إن كانوا حاضرين مع المنتخب الوطني المغربي في تصفيات كاس تتحول إلى ركنية توفيق جدروتن هنا سليم يرفع على القائمة الثانية ولكن بعيدة تماما كبير في الكرة المغربية بألقابه وبأسمائه خاصة في زمن الكاك وزمن هيمنة الكاك وزمن التاريخي لفريق النادي القنيطري حتى الآن ولا زال صامدا هو للبوساتي النجم القنيطري والنجم الدولي المغربي السابق والذي كان له حضور محسن سنتابع الضربة الحرة لفائدة فريق المولودية على الوجدية الكرة الرأسية بعد ذلك والخطورة لازالت للزوار إمكانية للتسديد ولكن على المرمى مباشرة إلى خارج أرضية الميدان هناك صراع على الكرة الماضية وهناك تدخل وبالتالي هناك إصابة بالنسبة للمدافع الأوسط لفريق الوداد الرياضي أشرف داري شوف الإعادة الخطورة التي حملتها الكرة الماضية الخروج من أحمد رضا التكناوتي واصطدام عفوي بين التكناوتي وكذلك المدافع الاوسط السفي وبالتالي يتاهل الى المربعي الذهبي بينما كره مترجي يسدد المترجي وبالبصيري يقول واصل يلعب لا وجود لخطا وانطلاقه بعد ذلك من طرف اللاعب جمال حركاس ضاعت الكره المدرب عبد الرحيم طالب هل سيبقى مع الجديده هل سيغادر يومي تفوق عددي للمولوديه لكن عوده سريعه لنس الاصباحي يسدد الدفاع انطلاقه من الجهه اليسرى اشتروتن توفيق وسط الميدان هنا بلوك وجدي من اجل ايقاف كل المناورات والتحركات على ودادي الزوير يخطف الكره ممتاز والزوير يعليها زوير يعليها العرضيه يا الزوير الكروس بعد ذلك تتحول الى ركنيه وجديه
الصمود امام الماده الهجوميه للوداد، ولو ان الوداد ركنيه اناجم يستعد التنفيذ على القائميه الاول. بعد ذلك التغطيه الدفاعيه من اسماعيل العمري، حتى اسماعيل يرجع للخلف. هنا يتعادلون كذلك امام الحسنيه، صفر مقابل صفر. هنا مرور زوير، يدخل زوير وسط ثلاث لاعبين. زوير 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 بعد فاصل ماري المترجي، عارف بانك تريد ان تثبت نفسك في المباراه، تريد ان تقول لرون جيرار انا هنا انا حاضر انا استحق الرسميه. شوف الاعاده وسط مجموعه من اللاعبين في فاصل ماري، يمر يخترق ولكن وضعيته كانت صعبه، كان يبحث عن التسديد، كان ممكن يرفع الكره، كان ممكن يرفع الكرة اللاعب زوير المترجي ولكنه فضل التسديد. صعب قولي بدر قدارين لا تنفذ حتى اعطيك الاشاره، لان هناك شنآن داخل منطقه الجزاء. اذا قدارين يستعد لرفع الكره وتسديده، قدارين يسدد كان قريب، قدارين كان قريب البدر قدارين، والمباراة يا قدارين تحتاج إلى سفاحين. هذه الإعادة مرة أخرى، قدارين من نوعية المقاتلين. هنا في لحظة التسديد الكرة لمست الشباك الخارجية في أول تهديد صريح بالنسبة لفريق الوداد. يا بدر يا قدارين أعطيت المجال لعناصر المولودية الوجدية من أجل المرور والتقدم. فرصة فرصة تكناوتي في متابعة هذه الكرة. نعم هذه واحدة من المرات القليلة التي يتجرأ، ولكن لم تستفي من نقص العدد، ولكن لا ننسى بأن أولمبي خليبكا واجه فريق متمرس في نهاية المطاف، الذي يلعب على عدة واجهات والذي نتمنى له بكل تأكيد التوفيق في مسابقة الكاف. وكذلك أولمبي خليبكا الذي استفاق على وقع هذه النتيجة من أجل تصحيح الانطلاقة في هذا المرتد الهجومي. اسماعيل العمري، العمري عندك المساحه العمري، اسماعيل يمشي، اسماعيل يمشي، اسماعيل عنده بدر قدارين، اسماعيل ماذا سيفعل؟ احتفظ بالكره اكثر من لزوم. العرضيه المتابعه من الاصبحي مرر في الجهه اليمنى، الكنترول رائع 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 جدا يا ناجم، الدخول من نصير، نصير والركنيه بعد ذلك. نعم رائع رائع منا. كذلك عندما اصطدم بالتكناوتي واشرف داري، ترجع الكره مره اخرى وراء اللاعب محمد ناجم، ارفع راسه شاف نصير يطلب الكرة، التوغل من نصير ولكن القراءة أيضا كانت سليمة من المدافع الوجدي الذي أصيب. كبير بين اللاعبين، هذه كرة من بدر قدارين في اتجاه نجم، هذه مرة يتحرك على الجهة اليسرى في دفع في دفع في طوال القامة، حتى السعيدي متواجد داخل منطقة الجزاء مع أشرف داري. رأسية ممكن ممكن، فرصة بسرعة من يوسف العمري، يقطع إبراهيم النقاش، إبراهيم للشيخ كومارا، تمشي لأوغبو في تدخل. هذه الإعادة مجددا، تدخل الماضي في حق اللاعب أوبيكا أوغبو. الحرة حكام يعطي إشارة التنفيذ، هل يفعل المولودية في الوقت البدل الضائع؟ تلعب هذه الكرة، رضا التكناوتي يخرج بعد ذلك إلى الركنية. التصدي نعم من التكناوتي، ركنية من جديد للمرودية ولكن قبل ذلك بالبصيري نعم يعلن عن نهاية الشوط الأول. كما بدأ الصفر مقابل الصفر في لحظات سيطر فيها الوداد ولكن غابت الفرص الحقيقية للتالي. مشاهدي الكرام شكرا لكم. الثاني في اتجاه السعيدي، السعيدي يرفع في صافرة، السعيدي كورتك تجاوز. حتى لا ننسى الشيخ كومارا، كل هذه الأسماء متواجدة هنا تترصد وتترقب وتنتظر هذه الكرة على القائم الثاني في اتجاه السعيدي، السعيدي يرفع في صافرة، السعيدي كورتك تجاوزت الخط وبالتالي ضربة مرمى. يا السعيدي رغم محاولة منك للحاق بالكرة ولكن اتضح تماما بأن تجاوزت الخط. هذه الإعادة نعم نعم نعم، الصورة واضحة والقرار سليم بمنح ضربة مرمى لفريق المرودية الوجدية، لكن وجدة تريد أن تخرج بالنقطة الثمينة. هذه الكرة الأمامية متيدي لجمع الزوير بمناورة بلمسة يحق
سريعا انس يلعب الكره في الجهه اليسرى هذه المرتدات التي تحدثت عنها. اجراتن يمشي اجراتن يراوغ اجراتن يتم استرجاعها من اسماعيل. تمشي اسماعيل تمشي مع المترشي يلحق بأملة صعبه لتنفيذ هذه الركنيه مراقبه رجل لرجل. هذه الراسيه اللاعبين الوجديين لمسه وتحضير عرضيه بعد ذلك لكن موجود تاخر واضح يوظف عزيز كركاش والمرتد وجدي. هي لقطه هي هشمه هي فرصه توفيق جروتن تباطا يلعب الجهه اليسرى مراوغه ممتازه من محمد للتدخل على مع كره ونجم يسعد لرفعها في هذه اللحظات. الاشاره من الحكم ترفع الكره قرب الحارس محمد بوشاد ونجم يرفع سيد الدوري المغربي ينجح في افتتاح باب التهديف. الوداد الكبير يتقدم في هذه اللحظات عن طريق رانيك صلاح الدين السعيدي. السعيدي ما يهمكش يا سعيدي ما يهمكش يا سعيدي خرجت نعم في الشوط الاول لمباراة المغرب جزر القمر ولكن معنوياته في العلالي معنوياته في العالي. السعيدي هنا كان علو 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 السعيدي كابو علي السعيدي هنا براسية على القائم الاول يضع في المرمى الوجدية وناجم والسعيدي تحرك بالراس يوضع في الشباك 1-0 للأحمر في هذه اللحظات. الأسماء الدولية مرتاح امتيازات عمل في ظروف احترافية هنا كرة فرصة الحسوني هذه مفاجأة منك يا الحسوني أخيرا الحسوني يسجل أخيرا أخيرا فعل الحسوني بعد طول انتظار وبعد صبر طويل من الأنصار صبروا عليك كثيرا يا الحسوني وتساءلوا متى سيسجل الحسوني. ها هو أيمن الحسوني اللاعب البديل يسجل الثاني للوداد الرياضي في غفلة من المدافعين. دعوني أقول في لحظة تهاون ووقوف لمدافع المرودية أخطأت يا المرابط والعقاب من بديع في لمسة إبداع منك يا بديع ومتابعة جميلة من الحسوني في الزاوية البعيدة غلطة كبيرة يا المرابط والمتابعة يخطفها بديع لمسة الإبداع من بديع وتحضير بأسيست هنا في اتجاه الحسوني في الشبكة الوجدية 2-0 مع وداد لا يرحم مع وداد جاهز على جميع